بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الشباب في بداية اختبارهم يستعجلون مع الأسف، يقول يا رب يا رب يا رب، يريد أن يستجيب الله له الآن في اللحظة. نحن في اختبار، هناك مراحل ودرجات وعقبات، الله سبحانه وتعالى ينظر ماذا نفعل، ثم بعد ذلك إذا نظر إلينا ونحن في هذا الجهاد للوصول إلى محبته جل جلاله، بعد فترة من الزمن عندما تفوز في هذا الاختبار ويراك الله بعين المحبة وينادي جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، وتنشر محبتك في السماء ويوضع لك القبول في الأرض، عندما يراك الله وأنت تتعب وتجاهد وتنكسر وتقوم، يراك الله سبحانه كلما وقعت في معصية أو ذنب، حزنت في نفسك وانكسرت وذهبت إليه ورجوت منه سبحانه المغفرة والعفو. الله رحيم جل جلاله يراك ويعلم، ولكن الله يحب الصدق الذي في قلبك، أنك فعلا تريد الله وتحب الله تعالى. بعد فترة من هذه المجاهدة وهذا التعب وهذا الصراع، تأتي لحظة الاصطفاء وتأتي البشرى، عندما يأتيك المنام وترى رؤيا بأن الله تعالى يحبك، أو بأنك من أهل الجنة، أو بأن الولاية قد كتبت لك. في هذه اللحظة التي قال الله عنها لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال عليه الصلاة والسلام: البشرى في الحياة الدنيا هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، رحمة من ربك وتثبيتا لهذا العبد وكرامة له وحبا له، حتى تعود إليه مرة أخرى القوة، فيكون سباقا سريعا إلى الخيرات، مشتاقا إلى ربه. خرجت الدنيا من قلبه، لا يريد الدنيا بعد هذه البشرى، ويرى أمام عينه تأكيدا لهذه البشرى أنه إذا دعا الله، الله سبحانه وتعالى يستجيب دعوته. يرى أمام عينيه القرب الإلهي منه، يرى أمام عينه خوارق للعادات مستحيل أن تكون إلا بأمر الله وبإذن الله. اللهم اجعلنا خير عبيد على وجه الأرض لك وأنت العزيز، اللهم اجعلنا خير جنود على وجه الأرض لك وأنت القوي المتين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.